للحديث عن التطورات في غزة واستمرار الاحتلال ارتكاب مجازر بحق المدنيين وسط تعثر المفاوضات وإصرار حكومة الاحتلال على المضي بعمليات عسكرية في رفح، معنا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي السيد معين نعيم، وعبر خدمة زوم من بيروت السيد باسم عساف الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك أستاذ معين، مرحبا بك. تحذيرات من حمام دم إذا اجتاح الاحتلال رفح وسط دعوات لمنعه، كيف تقرأ هذه الدعوات لا سيما المصرية؟ يعني في الحقيقة بداية يجب أن نقسم هذه الدعوات إلى أنواع مختلفة. فعلى سبيل المثال الدعوات التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية مع الأسف ليست دعوات لوقف المجزرة والمذبحة، إنما هي دعوات لتوخي الحذر و عدم تنفيذ المذبحة أو الجريمة أو العدوان على رفح قبل أن يضمن الاحتلال سلامة أو على الأقل تقليل الأثر على المدنيين، بينما الدعوة المصرية هي تحذير وخوف من عملية صهيونية ضد رفح التي من المتوقع أن ينفذ، إذا نفذها أن يقوم بالاحتلال نفسه بكسر الجدار والحدود بين مصر وقطاع غزة ليجبر الناس أو يضغط على الناس تجاه الهجرة والضغط أو الهجرة والضغط تجاه مصر. فكل دعوة لها أسباب ودوافع تختلف عن الأخرى، وطبعا هناك دعاوى من المؤسسات الإنسانية والدولية لوقف العدوان بالكامل، لكن مع الأسف هذا الاحتلال ما زال مصرا على عنجهيته. طيب، وعربدته. في هذه النقطة اسمح لي أستاذ معين أن أنتقل بالسؤال للأستاذ باسم عساف الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ باسم، إلى أي مدى تتحمل إدارة بايدن ما يجري من استمرار بارتكاب المجازر في غزة وما يجري في رفح؟ يعني ألا تستطيع، ليست هناك خطوات ربما متوقعة من الإدارة الأمريكية لوضع حد لحكومة نتنياهو؟ أولا مع التحية لكم ولكل المشاهدين، وأقول بأن طبعا الرئيس بايدن هو المشارك الأول في عملية الإبادة الجماعية لأبناء غزة وأيضا لكل أبناء فلسطين. هذه المشاركة قد بانت منذ البداية بالأساطيل التي أرسلها إلى البحر المتوسط وما يدور حول أراضي الفلسطينية، ثم الجسر الجوي الذي قام به مباشرة لدعم الجيش اليهودي والصهيوني من أجل إبادة الشعب الفلسطيني. أقول إبادة بكل معنى الكلمة، لأن إسرائيل ما قامت بهذه العملية إلا من أجل إبادة الشعب الفلسطيني، أولا بترحيله من شمال قطاع غزة مع بداية الأحداث والحرب إلى وسطه، ثم من وسطه إلى جنوبه طبعا مع القصف الشديد والتدمير والقتل والإبادة، ثم الآن الاتجاه نحو رفح وهي النقطة الأخيرة من قطاع غزة التي تجمعت بها كل النازحين، تجمعوا بها وهم عراة أو هم بالخيم تحت يعني الأسقف السماوية وليس الأسقف البنيوية. هل ترى أن هناك لذلك نية حقيقية نجد أن نية حقيقية أمريكية لإيقاف نتنياهو؟ طبعا الأصل أن بايدن أعطى نتنياهو فترة أسبوعين ثم شهرين، ثم هو يعني يمتد معه إلى آخر المطاف دون إيقاف هذه الحرب العبثية. لو أنه جاد بعملية إيقاف الحرب لكان أعطى أوامره أو أوقف مساعداته لنتنياهو وحكومته العبثية. طيب، حكومته التي هي معروفة بانحرافها ومعروفة بيمينيتها. لا شك ولا ريب بأن الأمر مشترك بين الجميع، حتى هناك دول أخرى يعني تعاون إسرائيل على هذا المقلب من أجل إبادة الشعب الفلسطيني أو ترحيله خارج قطاع غزة، وللأسف بأن الحدود مع مصر مغفلة ومغفلة جدا، والحصار يعني من جميع الجوانب
ولا يستطيع الشعب الفلسطيني الذي نزح من أولا من فلسطين إلى غزة، ومن غزة شمالها إلى وسطها إلى جنوبها إلى رفح إلى الحدود وربما إلى سيناء، وهذه هي الإبادة الحقيقية للشعب الفلسطيني. نعم. وإذا تمت فالعالم كله متهم بأنه يقف تضامنا مع الحكومة اليمينية والحكومة إذن السائرية. إذا لا توجد هناك أي نية أمريكية لوضع حد لحكومة نتنياهو. اسمح لي أستاذ عساف أن أنتقل بالسؤال للأستاذ معين. أستاذ معين، كيف تقرأ دور واشنطن أو يعني دور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من خلال الوقائع على الأرض؟ هناك دعم مستمر لإسرائيل، هناك مجازر مستمرة ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة وكذلك في مناطق كثيرة. إلى أي مدى ترى أن حديثه وزير الخارجية الأمريكي عن إتمام صفقة مع حماس، إلى أي مدى ترى أنه حقيقي ربما في ظل تغير موقف نتنياهو من الدفاع إلى الهجوم سياسيا مع معارضيه؟ أستاذ معين تسمعني؟ أسمعك سيدي، أسمعك بوضوح. نعم تفضل أستاذ. أنا أقول أن من العبث أن نتكلم عن موقف بلينكن وتقييمه، فنحن نرى عمليا هو بنفسه صرح منذ اللحظة الأولى أنه لم يأتي وزير خارجية أمريكي بل جاء كيهودي وصهيوني، وهذا وحده ليكفي لنقيم كل مواقف التالي. أنا أعتقد أن بلينكن حتى وموقف بايدن والقيادات الأمريكية هو فيه نوع من إن صح التعبير العتب المحب من على الاحتلال، وليس الوسيط أو حتى الدولة العظمى التي تريد أن تنفذ أن تريد أن تطلب من الاحتلال نفذ قراراتها. لأنه لو كان كذلك لرأينا موقفا، يعني تخيل الولايات المتحدة الأمريكية تدعي أنها ليس مع استمرار العدوان ومع وقف العملية أو إن صح التعبير وقف قتل المدنيين، لكن في نفس الوقت تسعى حكومة بايدن إلى تمرير قرار التمويل لدولة الاحتلال قبل أيام أثناء تنفيذه للجرائم. ثانيا، السلاح الأمريكي وخط الإمدادات الأمريكي لو توقف لأسبوع واحد فقط عن دولة الاحتلال لم استطاع أن يستمر في عملياته، في قصفه وفي في في ضربه وقتله وذبحه للمدنيين. لذلك أنا أعتقد أن الإرادة الأمريكية ليست حقيقية، إنما هي إرادة دبلوماسية لمحاولة تبرير أو عدم تحمل مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن فضح الموقف الأمريكي في الفترة الماضية، هي محاولة للتخلص من المسؤولية القانونية والمسؤولية الأخلاقية، وعلى الأقل المسؤولية أمام الناخب الأمريكي الذي بدأ يعني يشعر بالعار نتيجة الموقف الأمريكي المخزي واللا إنساني في اتجاه الفلسطينيين في قطاع غزة. طيب. النقطة الثانية بلينكن شخصيا كل تصريحاته هي محاولة لتأييد طرف على طرف داخل دولة الاحتلال، وليس محاولة لوقف نزيف الدم الفلسطيني. يعني حتى بكاؤه على الأطفال الفلسطينيين، يا سيدي نحن نتكلم عن حرب استمرت حتى الآن 127 يوم، ومنذ اليوم الأول واللحظة الأولى ومئات الأطفال يقتلون، والغالبية من الشهداء في قطاع غزة الغالبية الساحقة منهم هي من المدنيين، من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال غير العسكريين أو غير المقاومين حتى، وهذا لا ينزع صفة المدنية عن المقاوم، لأن المقاومة هي حالة ثورية شعبية ضد الاحتلال. كل هذا لم يحرك ساكنا لدى بلينكن إلا عندما اتخذ بدأت الحراك العالمي والإعلامي يتذكر ويذكر الموقف الأمريكي كشريك وطرف في الجريمة، فيحاول بلينكن وكأنه يتذاكى على العالم وعبر الأبواق الأمريكية الأخرى أن يدعي أنه ليس شريك للاحتلال. هي فقط مواقف بذر الرماد في العيون، يحاول أن يبدي وكأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب. لو كانت ترغب الولايات المتحدة الأمريكية ولو كانت جدية في مواقفها لرأينا إجراء فعليا وعمليا لمنع ذلك، ورأينا ذلك في كثير من الدول وكثير من القضايا. عندما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارا
تجاه طرف معين ترفق هذا القرار بتهديدات. لنتعرف على يعني أهمية دور الاتحاد الأوروبي الآن مع بقاء الدعم الأمريكي والإدارة الأمريكية إدارة بايدن للكيان الصهيوني في حربه على غزة. أستاذ عساف، ما مدى أهمية الدور الأوروبي خلال هذه المرحلة، وخاصة مع تصاعد الرفض الشعبي لاستمرار هذه المجازر؟ أستاذ عساف فقدنا الاتصال به. بالعودة إليك أستاذ معين، نتحدث يعني بعدما تحدثنا عن الموقف الأمريكي الداعم باستمرار وعدم وجود نية أمريكية لوضع حد لحكومة نتنياهو ووقف هذه المجازر، نتحدث أيضا عن هناك تصاعد شعبي على مستوى الشعوب في الدول الأوروبية في جميع الدول في العالم، وخاصة نتحدث هنا عن أوروبا. يعني ما مدى أهمية دور الاتحاد الأوروبي في وضع حد لهذه المجازر؟ حقيقة لو كان هناك نية حقيقية لدى الاتحاد الأوروبي، وعندما نتكلم عن الاتحاد الأوروبي نتكلم حقا عن ألمانيا أولا ثم فرنسا وباقي دول الاتحاد ليست ذات وزن لا في القرار السياسي ولا في القرار الاقتصادي ولا العسكري، لكن مع الأسف حتى ألمانيا التي عهدناها خلال السنوات الطويلة الماضية أن تكون طرفا حياديا بل طرفا يدعو إلى الهدوء ويدعو ويشارك في عمليات الوساطة للوصول لحلول للمشاكل في المنطقة، في هذه المرة وجدناه موقفا متحيزا متطرفا في تحيزه للكيان الصهيوني، وكأن عقدة الذنب وعقدة الإجرام التي تلاحق الألمان منذ مذابح هتلر كانت يعني واقفة و شاخصة أمام القيادة الألمانية خوفا من أن تتهم بأنها شريكة، فحملت وألقت على الشعب الفلسطيني كل ما يمكن أن يحمل للألمان من جرائم، وكأن الشعب الفلسطيني هو المسؤول عن الهولوكوست. لكن الموقف الأوروبي على الصعيد الرسمي حقيقة لو كان حياديا على الأقل لما كانت جرأة الاحتلال على هذا العدوان بهذا الشكل. شكرا. لكن هذا الموقف كان شريك في تشجيع وتأييد الاحتلال، وعمليا بالمناسبة ألمانيا فرنسا إيطاليا وهولندا مع الأسف كانوا شركاء للاحتلال في من بداية المعركة والعدوان على قطاع غزة عسكريا واستخباريا، وأخيرا ألمانيا لوحدها قدمت 10,000 قذيفة مدفعية من التي يقتل فيها الآن أطفال غزة وتدمر فيها بيوت ومؤسسات ومدارس وجوامع وكنائس قطاع غزة، 10,000 قذيفة وصلت هبة من الألمان من الحكومة الألمانية إلى الكيان خلال الأيام الماضية. لكن على الصعيد الشعبي أعتقد أن الموقف الشعبي إن كان في الاتحاد الأوروبي أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنه موقف متقدم جدا، وهو شريك وموقف له أثر مهم في تعديل الموقف السياسي لهذه الدول، والخطاب الأوروبي لم يتغير على الأقل كلاميا او ان كان ان صح التعبير خطابيا الا بعد المسيرات والتجمعات التي كانت بمئات الالاف في العواصم الاوروبيه. نعم. تعمل للشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان والاجرام. هذا الموقف وهذا التحسن في الموقف اعتقد كان له دور في تركيز وفضح الكيان، وهو دور مهم نحتاج الى رفع وتيره التاييد، لكن مع الاسف الدول الغربيه اليوم لم تعد تمثل مواقف شعوبها. شكرا. في هذه القضايا بل تمثل مواقف اللوبيات الضاغطة على الأنظمة هناك، ومع الأسف اللوبي الأقوى والأكثر تأثيرا هو اللوبي الصهيوني واللوبيات الداعمة للكيان الصهيوني في عدوان. شكرا جزيلا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ معين نعيم، وشكر موصول للأستاذ باسم عساف الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.